لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف أبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أي أجابهم عما قالوا بقوله إنما أشكو بثي وحزني، أي همي وما أنا فيه إلى الله وحده، وأعلم من الله ما لا تعلمون، أرجو منه كل خير. وعن ابن عباس، وأعلم من الله ما لا تعلمون، يعني رؤيا يوسف أنها صدقة، وأن الله لا بد أن يظهرها وينجزها. وقال العوفي عن ابن عباس، وأعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم أن رؤيا يوسف صادقة وأني سوف أسجد له. وروى ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليعقوب النبي عليه السلام أخ مؤاخ له، يعني صديق، يعني أصلت الأخوة قوي يعني. فقال له ذات يوم ما الذي أذهب بصرك وقوس ظهرك؟ قال الذي أذهب بصري البكاء على يوسف، وأما الذي قوس ظهري فالحزن على بنيامين. فأتاه جبريل عليه السلام فقال يا يعقوب إن الله يقرئك السلام ويقول لك أما تستحي أن تشكوني إلى غيري؟ فقال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فقال جبريل عليه السلام الله أعلم بما تشكو. وهذا حديث غريب وفيه نكارة، صدق، هذا ليس يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نقول في قوله تعالى وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف، أعرض عن أبنائه وتذكر حزنه القديم على يوسف، جدد له فقد الابنين حزن فقد يوسف عليه السلام، الاثنين الابنين بنيامين وكبيرهم الذي بقى، بل هو لم يزل موجودا في قلبه، لم يفارقه، ولكن الصبر الجميل منع من ظهوره أمامهم. ويتعجب من أن الخبر بفقد بنيامين ك
كان يناسبه أن يقول يا أسف على بنيامين، ولكنه قال يا أسف على يوسف. فلا شك أن يوسف عليه السلام كان أحب إليه. ثم إن هذا الموقف ذكره بقيمة يوسف عليه السلام وقدره وصفاته الجميلة. فها هم 11 رجلا لا يستطيعون حفظ واحد منهم، فما قدرهم بالنسبة إلى قدر يوسف صلى الله عليه وسلم؟ إن هذه البلايا إنما يقوم لها يوسف مقامهم مجتمعين، بل خيرا منهم بلا شك. والله لقد كان، فيوسف عليه السلام هو الذي يفرج الله به كرب يعقوب في بنيه، ولكنه يفتقده حينما قال يا أسف على يوسف. إن فقد الرجال وغياب الكرماء وانعدام الثقات هو الذي يؤلم رعاة البشر الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم. إن هذا المعنى والله أعلم الذي جعل عمر رضي الله عنه عندما كان يصلي بالناس فقرأ هذه السورة، كان يقرأ في الفجر بسورة يوسف أو النحل، حتى إذا وصل إلى قوله تعالى عن يعقوب عليه السلام في هذا الموضع إنما أشكو بثي وحزني إلى الله سمع نحيبه ونشيده من آخر المسجد، أي سمع بكاؤه الشديد. وهو الذي يقول رضي الله عنه اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة، ويقول لجلسائه يوما تمنوا، فيتمنى أحدهم مالا ينفقه في سبيل الله، ويتمنى الآخر خيلا يجاهد عليها في سبيل الله وغير ذلك، فيقول لكني أتمنى دارا مثل هذه فيها رجال مثل أبي عبيدة بن الجراح أستعملهم في أمور المسلمين، أو كما قال رضي الله عنه إنه والله هم عظيم شدة شديدة أن يفقد الرجال. إذا كان في زمان عمر والصحابة رضي الله عنهم حوله متوافرون يشكو إلى الله عجز الثقة، بل أعظم من ذلك إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تلد فيها راحلة. فالراحلة هي التي تصلح للسفر الطويل وحمل الأعباء أقل من 1% في الناس، فكيف بأزمان إن عدم فيها الثقات إلا ما رحم الله، وغاب فيها العلماء وعز فيها الكرماء. اللهم إليك المشتكى. ويا أسف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمثالهم وما لهم مثيل وأشباههم وأتباعهم، ماذا نصنع والمسلمون قد تضاعف عددهم بآلاف الملايين وتضاعف كربهم ومحنتهم وبلاؤهم وعظم الجهل فيهم وقل العلم فيهم وتسلط عليهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. إن يعقوب عليه السلام لما ضيع أبناؤه أخاهم الثاني تذكر أمانة يوسف وكرمه وعلمه وحسن صفاته، فتأسف عليه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، شكوى إلى الله وحزنا على عدم الراعي الشفيق
الرفيق ومن يعد من نوائب الدهر، مع أنه يعلم أنه عن قريب يلقاه وأن غيابه مؤقت، لأنه يعلم من الله من وعده الصادق الذي لا يخلف ما لا يعلمون، ويعلم من حكمه وجوده وجوده من حكمه أو من حكمته وجوده سبحانه، ويعلم من رحمته وفضله ما لا يعلمون، يعلم من عزته وأنه الغالب على أمره، وأنه حسب من توكل عليه، وأنه لا يضيع أجر المحسنين، ما يجعله يوقن بقرب لقاء يوسف صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أي ذهب ضوءها، فعمي يعقوب عليه السلام، وهذا بلاء جديد، فإنه يأمل ويرجو أن يرى يوسف بعينيه. ذهبت العينان وذهب البصر بسبب الحزن، لكن الرجاء في الله باق والصبر قائم، وهذا دليل على أن الحزن لا ينافي الصبر والرضا، فإنه من الرحمة بخلق الله سبحانه لا من السخط على قدر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الصابرين والراضين عند موت ابنه إبراهيم: إن العين لتدمع والقلب لا والقلب إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إنه مقام الرحمة بالخلق وفيض المشاعر الرقيقة الرفيقة وزوال القسوة التي لا يحبها الله. إن ولود الألم الفطري لا ينافي الرضا عن الله وبالله، فضلا عن أن ينافي الصبر، ولكن حلاوة الرضا وما يفيد الله على القلب ما يغنيه ولا يشقيه يكفيه، فيكون حزنا وبثا عجيبا لا يشقى به الإنسان، بل يجد لذة الشكوى إلى الله والشعور بآثار رأفته وروحه، ويبكي فرحا ويشتكي سرورا ويتألم ملتذا. والله إنه لأمر عجيب ولكنه حقيقي، قد يصعب وصفه أو يستحيل إدراكه إلا بالوجد والذوق. وإذا تأملت الآيات وجدت جليا واضحا، فيعقوب قد صبر الصبر الجميل وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أي ساكت كئيب لا يشكو أمره وما يلده في صدره إلى مخلوق، وليس حزنه الماضي وبثه أي همه وغمه على المستقبل والحاضر، ليس لفوات دنيا ولا لمجرد فقد ابن، بل هو قلق على مستقبل أمة وغياب راع شفيق يقوم مقام أمة، وهو مع ذلك لا ييأس من روح الله ويبث روح الرجاء التي تبدد ظلمات اليأس في بنيه الذين يشفقون عليه من الضعف. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، أي ضعيف القوة، ويخشون عليه من الهلاك أو تكون من الهالكين. فيقول لهم واصفا حقيقة بكائه وحزنه: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إن عبادة الشكوى إلى الله عبادة عظيمة تجلب للقلب أنواعا من الطمأنينة والراحة والسكون والسعادة، ما لا يمكن أن يوجد في عبادة غيرها.
إنها عبادة أداها نوح عليه السلام حين شكا إلى الله. فقال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وعبادة الشكوى أداها محمد صلى الله عليه وسلم أيضا حين قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. إنها عبادة استوقفت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين سمع نشيده عند هذه الآية، واستوقفته حين كان مع أصحابه، فاستوقفته امرأة عجوز فترك الناس وقام معها فأطال القيام حتى قضى حاجتها فانصرفت. فقال له رجل يا أمير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه العجوز؟ قال ويحك وتدري من هذه؟ رحمك الله. وتدري من هذه؟ قال له، قال هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق 7 سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضى حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضى حاجتها. شهرة هذا الحديث تغني عن ضعف إسناده. إن عبادة الشكوى إلى الله من أجلها قدرا، من أجلها قدر الله المحنة والبلاء بل والمعصية والكفر حتى يسمع تضرع عباده إليه ويؤخر إجابة دعوتهم، وقد أجابها في حكمه عز وجل لأنه يحب أن يسمع تضرعهم وشكواهم إليه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فكل مبتلى معه مفتاح هذا الكنز الذي يحتاج إلى أن يفتح قفله بالمفتاح وأن يعد القلب ليفاض عليه من الرحمة ويسبغ عليه من النعمة. اللهم نشكو ما نزل إليك ما نزل بنا اللهم نشكو إليك ما نزل بنا وبالمسلمين ونرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الظلم عن المظلومين واستر عورات المسلمين وآمن روعاتهم وأطعمهم من جوع وأمنهم من خوف وارحم موتاهم واشف مرضاهم وجرحاهم وخفف آلامهم وارحم أطفالهم وأيتامهم وأراملهم ورجالهم ونساءهم في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله.